السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكنت أنا وعائلتي في هذا الفندق الجميل في الدوحة، صراحة الفندق فخم وأنصح فيه العائلات اللي تجي للدوحة، خاصة مع أيام يعني كأس آسيا الأيام هذه، أو حتى زيارة عائلية. مرة مرة فخم ويستحق كل ريال تدفعه فيه. أبغاكم بس تشوفون فخامة اللوبي وكيف يعني مستوى الفخامة فيه والنظافة، والناس متفانية في عملها. طبعا الفندق مو بغالي، أخذت أنا 3 غرف نوم تقريبا 1800 ريال في اليوم، وحقيقة إنه يستاهل كل ريال اندفع فيه. هذه الصالة طبعا صالة كبيرة، يعني جلسة تكفي 6 7 أشخاص 8، مع طاولة الأكل طبعا. طاولة الأكل يعني حاطين 6 أشخاص، بس إنها حقيقة كبيرة يعني كافية. ال3 غرف تقريبا عائلة يمكن 6 7 أشخاص تكفيهم، ممتازة مرة. أثاث مرة فخم نظيف، رائحة الشقق مرة نظيفة. أبيك بس تشوفون كيف الرخام في الفندق، هي شقق فندقية أقرب منها من سويتات. هذا المدخل، بس شوف المدخل كيف مدخل الشقق، وبالإضافة إلى الغرف يعني على اليمين. وهذا المطبخ اللي خاص بالشقة، مع الله يعزكم دورة مياه، يعني واحدة من دورات المياه الموجودة. شوف بس كبر المطبخ حجمه، فيه كل مستلزمات المطبخ، فرن، ملايات، كل شيء. هذه غرفة للعاملة، إذا كان معكم غرفة العاملة ففيه غرفة ملحقة بالإضافة إلى ال3 غرف اللي إحنا أخذناها معها. يلا عايزكم دورة مياه خاصة للعاملة. شوف بس الرخام اللي فيها، شيء صراحة شيء فاخر من الآخر. هذه دورة مياه أيضا بعد خاصة في واحدة من الغرف، هذه مي بالماستر طبعا، في واحدة ماستر راح أوريكم إياها بعد شوي. لكن هذه غرفة فيها سريرين توين بيد، يعني سر نظيفة، فرش ريحته زينة، الغرف ريحتها طيبة. الآن دخلنا غرفة النوم الرئيسية، طبعا كينج بيت مع يعني التلفاز داخلها. واللي تشوفونه على اليسار هذا هي الدواليب، هذه الدواليب الملابس، هذه اللي في الجدار كله. ملحقة فيها دورة مياه عزكم الله، هذه دورة مياه خاصة بالغرفة الرئيسية بالماستر بيدروم. شاور وباث توب كلها موجودة فيه. هذه الغرفة الثالثة، يعني هذا كينج بيت، لكن تقدر تطلبون يعني يكون توين سريرين. هذه خزانة الملابس أيضا ملحقة بالغرفة، شبه ما تكون بغرفة نوم رئيسية لكن مصغرة. وملحق فيها بعد الله يعزكم دورة مياه أخرى أصغر طبعا من الغرفة الرئيسية ودورة مياه الرئيسية في الغرفة الرئيسية. هذه الكيدز زون أو غرفة ألعاب الأطفال، يعني مناسبة لحد عمر 10 سنوات، يعني إذا عندكم أطفال يستمتعون فيها، مكان حلو وجميل لهم.
ما بين ألعاب يعني حركية وتلفاز كله في نفس الفندق اللي احنا كنا ساكنين فيه. هذه صورة علوية لللوبي والريسبشن، استقبال هناك مرة، مكان فخم فخم درجة كبيرة، يستحق صراحة كل الريال اندفع فيه. شوف حجم الفندق، شوف عدد الغرف اللي موجودة.